مرحبا، معكم الأستاذ رائد. هذا الفيديو موجه لطلاب الميكاترونيك السنة الثالثة، مادة الشبكات الحاسوبية، القسم العملي. هذا الفيديو راح نغطي فيه المحاضرة الثالثة اللي أخذنا فيها برنامج الباكيت تريسر وحلينا فيه تطبيقين. طيب، برنامج باكيت تريسر الأيقونة تبعيته بتكون بهذا الشكل بعد التنصيب. أنا سبق وبعت رابط لتحميل البرنامج على مجموعة على التليجرام، مجموعة خاصة فيكم على التليجرام، تقدروا تحملوه من هناك. طيب، برنامج باكيت تريسر هو كأي برنامج عادي فيه عدة شرائط رح نحكي عنه بسرعة. أول شيء في عنا شريط القوائم أو الليست بار. كل قائمة فيها مجموعة من الأوامر العامة مثل نيو مشروع جديد، أوبن فتح مشروع قديم، أوبن سامبلز إلى آخره، سيف سيف أز، إديت. في عندي أوامر مثل كوبي بيست لشبكة أو لمجموعة عناصر، في أندو وريدو تراجع إعادة، في بريفرنسز أنا فيني فوت عليها مثلا كبر الخط أو استخدم تعليق، استخدم خيارات للعرض، ما كتير بيهموني، فيكم تتعرفوا عليهم لوحدكم. في عندي شريط الأدوات الأساسي هون، كمان فيه أوامر عامة مثل نيو أوبن سيف برنت كوبي بيست أندو تراجع وريدو إعادة. في عندي زوم إن زوم ريسيت بيعطيك زوم ثابت لتشوف الشبكة كلها، في عندي زوم أوت وأوامر أخرى. هون في عندي شريط الأدوات الشائع رح نتعرف عليه من خلال التطبيق. أهم شيء عندي صندوق الأجهزة. هون صندوق الأجهزة يقسم إلى قسمين. هون قسم الأصناف، فأنت فرضا تكبس على السويتشات فبيعطيك أنواع السويتشات اللي بيدعمها سيسكو باكيت تريسر بهذا الإصدار اللي هو 6.2، فهو بيدعم سويتشات 2950-24 هيك اسمه. في عندي سويتش 2950T، سويتش 2960. طيب لنشوف الراوترات، نضغط على الراوترز ونشوف الراوترات. في عندي راوتر 1841 إلى آخره، فيكم تتعرفوا عليهم كلهم. احنا غالبا رح نشتغل مع راوتر 2811. كل راوتر بيختلف عن الآخر من حيث سرعة المعالجة، أنواع البورتات اللي بيدعمها، وأنواع السلوتات اللي بيدعمها كل راوتر. طيب، في عندي هون أنا End Devices، حكينا عنها بأول محاضرة، مثل الكمبيوترات، اللابتوبات، مثل السيرفر، طابعة، التليفون IP phone إلى آخره من أجهزة أخرى تستفيد من خدمات الشبكة. في عندي connections هون فيني تفحصهم. هذا automatically type، يعني انت هو بيختار نوع الوصل بين اي جهازين بشكل اوتوماتيكي. في عندي وصلة الكونسول توصل بين كمبيوتر وسويتش او كمبيوتر وراوتر تستخدم للبرمجة. في عندي وصلة الكوبر ستريت والكروس اوفر حكينا عنهم، هدول كابلات ايثرنت. في عنا كابل الفايبر اللي هو الليف الضوئي، كابل الفون الى اخره من انواع اخرى من الكابلات. طيب، بالنسبة لاول تطبيق راح نشوف شو هو. كان يطلب بناء شبكة لان مكونة من سويتش وجهازي بي سي كمبيوتر باستخدام باكيت تريسر والتأكد من حالة الاتصال باستخدام العنوان التالي 10.0.0/8. فهذا بما انه السايدر 8 معناته السبنت ماسك هو 255.0.0، معناته بس العشرة هي نتورك والبقية كلهم هوست، وهذا عنوان شبكة. فانت يفترض تطالع عناوين اجهزة تستخدمها بالشبكة تبعيتك. طيب، شو رح أعمل أنا؟
راح اروح على برنامج الباكت تريسر على السويتشات، اسحب اي سويتش ولا نفرض 2960، بسحبه بضغط عليه ونزله بالورك سبيس. طيب بعدها شو رح نعمل؟ رح نتعرف ببساطة على السويتش. إذا حطيت الفارة هون رح أشوف عندي عدة أعمدة. بالعمود الأول مكتوب بورت ومكتوب شو عندي بورتات بهذا السويتش، فكاتب عندي فاست إيثرنت 0 على 1، بعدين فاست إيثرنت 0 على 2، هيك لعند فاست إيثرنت 0 على 24. فمعناته هذا السويتش يحتوي على 24 بورت من نوع فاست إيثرنت. هو بورت كابل شبكة عادي ولكن بسرعة أعلى من الإيثرنت العادي. بالنهاية في عندي كمان بورتين من نوع جيجابت إيثرنت، في عندي جيجابت إيثرنت 01 رقمه وجيجابت إيثرنت 02 هو البورت الثاني. كمان هاي بورتات أسرع أسهل من الفاست إيثرنت، بتدعم سرعات بحدود 1 جيجا أو أكثر. العمود الثاني هو عمود اللينك، بنلاحظ انه كل اللينكات بحالة داون. ليش؟ لانه انا ما وصلت عليها اجهزة، وقت بوصل اجهزة بتصير اللينكات بحالة اب. بالعمود الثالث في عند الفيلان اللي هو الفيرتشوال لان، مو موضوع درسنا، اللي حابب فيه يبحث او بيسألنا بس مو موضوع الكورس تبعنا. والاي بي ادرس كمان مو موضوعنا، هو بيرتبط بالفيلان. الماك ادرس هو الماك ادرس تبع البورت الايثرنت. نلاحظ ان الماكات مختلفة عن بعضها، فكل بورت له ماك خاص فيه. فالفاست ايثرنت 01 نلاحظ انه له ماك ادرس خاص، 02 له ماك ادرس خاص، وهكذا حتى الجيجابت ايثرنت. وحكينا انه السويتش يقوم بالتوجيه على الطبقة الثانية، تمام، بواسطة عنوان الماك، هو العنوان الفيزيائي اللي موجود على كل الأجهزة وهو ثابت من قبل المصنع. طيب بعد ما فين نفتح السويتش؟ كبر. طيب عندنا 3 تابات، الفيزيكال والكونفيج والسي ال اي. بالفيزيكال انت راح تشوف توصيف فيزيائي للسويتش مثل كأنك مشتريه بالواقع. فهذا التوصيف الفيزيائي للسويتش إذا اشتريته هيك راح تشوفه. راح نعمل زوم إن. هذا السويتش، هدول البورتات عددهم 24، هني بورتات الإيثرنت، أرقامهم مو واضحين كتير بس غالبا 1 2 3 4 5 6 لعند 24. هدول البورتات اللي قاعدين لحالهم هني جيجابت إيثرنت 1 و2. أوكي. طيب بالسي ال اي انا شو فيني اعمل؟ فيني برمج السويتش؟ اي طبعا فيني برمج السويتش، ولكن ايضا مو موضوع الكورس تبعنا بهالفترة، او مو موضوع الكورس تبعنا حاليا. طيب نرجع، بدي انزل جهازين، انا كمبيوتر، نزل بي سي اول بي سي ثاني، تمام. بعدها شو راح اعمل انا؟ لنتفقد البي سي. اذا حطيت الفار هيك على البي سي كمان بيعطيني معلومات عنه، فبيعطيني البورت اللي فيه هو فاست ايثرنت 0 واللينك داون والاي بي نوت سيت، سمحت الاي بي. واخر شيء في عندي الماك ادرس، مكتوب الماك ادرس تبع هذا البورت اللي هو الفاست ايثرنت. تحت في شوف كمان الديفولت جيت واي كمان نوت سيت، ما في ديفولت جيت واي. طيب راح اضغط ضغطتين على البي سي، بلاحظ في عندي 4 تابات، فيزيكال كونفيج ديسكتوب كاستم انترفيس. انا بهمني الفيزيكال والديسكتوب حاليا. الفيزيكال مثل ما قلنا بتعطي توصيف فيزيائي للجهاز، فهذا التوصيف الفيزيائي للكمبيوتر تبعنا. فاذا عملنا زوم ان نلاحظ انه في عندي سواقه هون، في عندي الفلوبي ديسك هون، في عند زر التشغيل والإطفاء في إطفي الكيس اللي هو الكمبيوتر تبعه وشغله. وإذا نزلت لتحت شوي في عند منفذ فاست إيثرنت، في عند منفذ سماعات، منفذ USB، منفذ مايكروفون مثل الواقع.
هون في عندي إضافات ممكن استخدمها أنا، ولكن كمان مو موضوعنا في هذا الكورس. طيب بدي أروح على الديسكتوب أنا، بهمني تعرفوا إنه في عندي IP configuration. هون أنا بحط الـ IP subnet mask والـ default gateway في حال استخدمنا راوترات، رح نحكي عنه بعد شوي. طيب هلأ أنا بدي أمن connection، حط وصلات بين اللابتوب الكمبيوترات وسويتش. نوع الكابل اللي راح استخدمه هو ايثرنت ستريت كبر ستريت ثرو، فبضغط على فاست ايثر على الكمبيوتر باخذ فاست ايثرنت وصل بكابل الشبكه وبسحب هيك لعند السويتش. السويتش بيعطيني 24 بورت باللون الاصفر، هني بورتات الايثرنت. البورتات البريطانيه مكتوب جيجا بت ايثرنت، هني بورتات من نوع جيجا بت ايثرنت. فانا راح اخصص 01 هو للكمبيوتر اللي على اليسار، تمام. لاحظ انه هون ضوء اخضر معناتها صار في كونكشن، هون ضوء برتقاني معناها انه هلا السويتش هذا عم يتعلم الماك ادرس تبع هذا الكمبيوتر، يعني عم يطلب الماك ادرس من هذا الكمبيوتر لحتى يخبروا عليه ويخزنوا عنده. اذا حطينا الفارة هيك رح نشوف انه الفاست ايثرنت 01 صار بحالة اب. طيب نفس الشيء رح نعمل للكمبيوتر الثاني، رح نوصل على الفاست ايثرنت 2 وعلى الفاست ايثرنت 0. كمان بنلاحظ هلا انه صار عندي الفاست ايثرنت 01 صار اب والفاست ايثرنت 02 اب. بعدها بدي احط اي بي ادريسز للكمبيوترات مشان يتواصلوا مع بعضهم. للتوضيح انا بستخدم هاي الاداة اللي هي place note، بضغط هون وبروح على هذا البي سي. لنتذكر شو كان الشبكة اللي بدنا نستخدمها، كانت 10.0.0.0 subnet mask هو 255 ثلاثة اصفار. فرح اعطي هذا الجهاز العنوان الاول 10.0.0.1، عم بكتب هيك بس للتوضيح. الاي بي ادرس عرفنا وين من غيره. وهون 10.0.0.2 لانه بالشبكات الكبيرة غالبا رح تنسى الاي بي ادرس انت ما رح تتذكره، فمن الافضل انك تستخدم هاي لكتابة الملاحظات مشان تعين كل اي بي ادرس للتوضيح. طيب بنفوت على هذا الجهاز مثل ما حكينا على الاي بي كونفيجريشن اي بي ادرسز اي بي ادرس عفوا، حط 10.0.0.1، بكرس على السبنت ماسك فورا لحاله بياخده بما انه 8 ف 255.0.0.0 هو السبنت ماسك الصحيح. بروح على الكمبيوتر الثاني، بروح على الديسكتوب اي بي كونفيجريشن، بعدها على الاي بي ادريس 10.0.0.2، بنزل على السبنت ماسك، تمام بياخذ السبنت ماسك لوحده. بسكر بتأكد من حالة الكونكشن، بضغط على الرسالة وبحدد المرسل والمستقبل. المرسل اللي هو السورس هاد والمستقبل هو هاد، بيعطيني حالة الرسالة successful انه وصلت. نوع الرسالة هي ICMP، هو بروتوكول يستخدم للتأكد من حالة الاتصال بين اي جهازين موجودين على الشبكة. طيب هلا احنا شفناها بالريال تايم بالزمن الحقيقي مثل كأنه عم نشتغل احنا بالشبكات الواقعية. طب تعال نشوف بالسيميوليشن تايم، نضغط ورا ونشوف كيف الباكت عم تمشي من جهاز لآخر. رح نضغط على Auto Capture Play وضغطة واحدة ونتفرج. هاي بتعطيك انه انتقال اوتوماتيكي للرسالة، وهون فيك تحدد سرعة انتقال الرسالة. رح نخلي ياسة سرعة وسطية، نعطيه Auto Capture Play نتفرج. طلعت الرسالة من الجهاز الأول للسويتش، السويتش بناء على الماك أدريس للمستقبل الموجود بالرسالة بوجه الرسالة للكمبيوتر الثاني. الكمبيوتر الثاني استلم الرسالة بيرجع acknowledgement للسويتش مشان يرجعها للكمبيوتر الأول ويخبره أنه أنا وصلتني الرسالة. راح أكبس Auto Capture مرة ثانية مشان أوقف السيميوليشن، تمام.
هيك بتكون وصلت الرسالة وتحققنا من آلية الاتصال بين الكمبيوترين. طيب بالحياة الواقعية انت ما راح يكون عندك سيميوليشن ومحاكاة وراح تبعت رسالة من جهاز لجهاز. كيف تتأكد من حالة الاتصال بين هذا الكمبيوتر وهذا الكمبيوتر؟ ببساطة بتفوت عليه، طبعا انت بيعطيك فيزيكال، بتروح على الديسكتوب، بعدها على الكومند برومت. هون انت فتحت بيئة تسمى CMD، كل أنظمة الويندوز بيدعموها. فبتكتب تعليمي هي ping، تمام، و IP الجهاز اللي بدك توصل له انت، اللي هو 10.0.0.2. هذا الجهاز بده يتأكد من انه واصل للجهاز اللي IP-ته 10.0.0.2، تمام. تعليم البينج شو بتعمل؟ تقوم بإرسال 4 رزم، كل رزمة بحجم 32 بايت، تمام، للجهاز الآخر. إذا وصلت يقوم الجهاز الآخر بالرد، طبعا حكينا على الأكنولجمنت، وإذا ما رد الجهاز الطرف الثاني معناته الرسالة مو وصلت. راح نعطي انتر، بنلاحظ انه عم يكتب لي reply from، رد من 10.0.0.2، رد لي بزمن بباكيت حجمه 32 بايت، الزمن 0 TTL 128. هاي البارامترات ما بتهمكم، فيكم تعملوا عليها بحث. هاي اول باكيت، هاي تاني باكيت، هاي تالت باكيت، هاي رابع باكيت. قمت بارسالهم قمت بارسالهم من هذا الجهاز، وقام هذا الجهاز بالرد علي، ففي بينج. تعال نجرب نعمل بينج على جهاز غير موجود بالشبكة، مثلا بينج 10.0.0.3. شوف شو رح يعطينا، في اتصال بينه وبين 0.0.3، عم يحاول يعمل بينج. اعطانا request timed out، انه ما في اتصال بين الجهاز اللي هو 10.0.0.1 والجهاز 10.0.0.3، لأنه يعني ما في جهاز مربوط على السويتش IP2 10.0.0.3. أوكي؟ طيب هيك بنكون خلصنا التطبيق الأول. لحتى نشوف أكتر فينا نكبس، ابدأ مع R، نكتب على كمبيوترنا CMD. هاي هي الكومنت برومت باللابتوبات بحسب نظام ويندوز. اوكي، فانا هلا هاي الكومنت برومت تبعيت جهازي، وعن طريق هاي الكومنت برومت مثل ما حكينا فيك تعمل بينج على الاجهزه اللي بعيده وتشوف اذا في حاله اتصال بينك وبينه. طيب شو راح نعمل هلا؟ راح نقوم بعمليه سيف، راح نسيف الشغل تبعنا، ننتقل للتطبيق الثاني، راح نسميه exercise 1 lecture 3. انا مسيف واحد مسبقا، راح سيف فوق. اوكي تمام، هيك بنكون سيفنا الشغل تبعنا، وراح ابعث لكم اياه انا على المجموعه لهذا الملف، فممكن تفتحوه مباشره وتشوفوا التجربه. طيب رح نعمل بروجكت جديد، نكبس نيو، نقول سيف، فتحنا بروجكت جديد عشان نشوف التطبيق الثاني. بالتطبيق الثاني عم يخبرني يطلب بناء شبكة حاسوبية لمكتب مكون من قسمين، قسم الإدارة وقسم الإنتاج، بحيث يكون لكل قسم شبكة فرعية والربط بينهما بواسطة راوتر. أنا بدي أعمل شبكتين، شبكة خاصة بقسم الإدارة وشبكة خاصة بقسم الإنتاج، وأوصل بيناتهم براوتر، تمام، باستخدام العناوين التالية. هذا العنوان، هذا العنوان اللي هو 10.0.0.10.1.0 باكسلاش 24 و10.0.0.0 باكسلاش 24. أنا كاتب الربط بينهما بواسطة راوتر،
بالأحمر، لأنه غالبا ما راح خبرك أنه لازم تستخدم راوتر، فلوحدك لازم تعرف أنه بما أنه شبكتين منفصلتين لازم نستخدم راوتر لتوجيه البيانات بيناتهم. طيب شو راح نعمل؟ راح ننزل راوتر، نفوت على نضغط هون على الراوترز ونختار فرضا راوتر 28.11. اوكي، بنخلي الفرع على الراوتر فبيعطينا معلومات، بيكتب لي البورت فاست ايثرنت 0 على 0، تحته فاست ايثرنت 0 على 1، حالة اللينك داون داون، الاي بيات ما حطينا اي بيات، نحن لهدول البورتات. هون نحن بنحط اي بيات لبورتات الراوتر رح نحكي عنهم بعد شوي، والماك ادرس لكل بورت خاص فيه. نضغط ضغطين على الراوتر دبل كليك، عندنا ثلاث تابات، قلنا الفيزيكال والكونفيج والسي ال اي، انا بهمني فيزيكال والسي ال اي. قلنا هذا شكل فيزيائي للراوتر مثل كأنك اشتريته انت. اوكي، وهيك رح يكون شكله. في عندي هون منفذين، منفذ الكونسول منفذ الاواكس، بستخدم هذه المنافذ للبرمجة، يعني بوصل عليهم كمبيوتر وبرمج الراوتر. هون في عندي منفذ فاست ايثرنت، وهذا فاست ايثرنت، هذا 0.1 وهذا 0.0. هون في عندي باور كيبل كابل الكهرباء، هون عندي زر تشغيل واطفاء، هيك في الراوتر هيك بشغله. وقت بشغل الراوتر بشوف كيف عم يقلع فاست سي ال اي، في كيف عم يحمل نظام التشغيل اللي هو اسمه اي او اس من قبل شركة سيسكو، تم تصميم هذا النظام. نرجع على الفيزيكال، هون في عندي مربعات سودي في مربعات سودي فاضية، بهاي المربعات انا فيني اسحب موديولات موجودة هون وحطها واحصل على منافذ جديدة داخل الراوتر. شو يعني هذا الحكي؟ شركة سيسكو بدها تعطي المستخدم مرونة أكثر باستخدام أجهزتها، فشو قالت؟ قالت أنا بصنع راوتر وبخلي فيه سلوتات فاضية، وبصنع موديولات تدعم بورتات معينة. فرضا هذا الموديول اللي هو NM2FE2W، بضغط عليه بيعطيني شكله هون وشرح عنه، فعم يقول لي The NM2FE2W module provides، يعني بيعطي two fast Ethernet interfaces، بيعطينا بورتين من نوع fast Ethernet for use with copper media، للاستخدام بواسطة كابلات Ethernet أو كابلات نحاسية. معناته أنا فيني أسحبه لهذا حطه هون، بالحياة الواقعية أنت بتشتريه مشترى وتقوم بإدراجه داخل هذا المنفذ. كيف أنا بأدرجه؟ بس بسحبه هيك حطه هون، ولكن بما انه الراوتر شغال راح يعطينا رساله خطا، يعني تماما مثل الحياه الواقعيه لازم تطفي الراوتر بعدين تنزله. نعمل هيك بيعطينا cannot add a module when the power is on، بعطيه اوكي بطفيه وبضيفه لهذا الكارت. لاحظ عندي صار منفذين زياده فاست ايثرنت، فهلا صار عندي 1 2 3 4، من شوي شفنا كان عندي بس 2، تعال نتاكد. حط الفارة هيك، صار عندي فاست ايثرنت 0.0، فاست ايثرنت 0.1، فاست ايثرنت 1.0، فاست ايثرنت 1.1. نرجع لشغلنا، اذا بدي احذف هذا هاي المنافذ بس بسحبها كلها، سحبت الموديول وزتيته برا، فيكن تقروا هاي الموديولات وتشوفوا كل واحد شو بيأمن. فرضا هذا الموديول هذا اللي اسمه HWIC2T is a Cisco 2 port serial high speed 1 interface card، يعني بيعطيك منفذين النوع serial، فيك توصل عليهم كابلات serial. طيب نعطيه turn on للراوتر ونشوف انه عم يقلع CLI. تمام، نسكر الراوتر، راح نضيف 2 switches، switchين من نوع 2960. هلا بقول لي واحد، ليش احنا ما نستخدم سويتشات مع الراوتر؟ ليش ما نوصل الراوتر فورا على اجهزه الكمبيوتر؟ بقول له مثل ما شفت انه الراوتر بيدعم عدد منافذ قليل، هيك فيه منفذين ايثرنت، فانا ما بضيع هذول المنافذ على كمبيوتر واحد، لا بدي استخدمهم على شبكه كامله،
ان الراوتر بيربط بين شبكات، كل منفذ شبكه، فهذا المنفذ بربطه على سويتش، تمام؟ وبما انه سويتش بيدعم 24 منفذ، ففينا اربط عليه 24 جهاز. فهمت كيف؟ هيك بنشتغل نحن بحياة الواقعيه. طيب بروح على الكونكشنز، او بنزل اول شيء الكمبيوترات للتسهيل. انا رح نزل بس كمبيوترين، تمام؟ فينا ننزل قد ما بدي كمبيوترات واعطينا اي بيات. رفع هذا حكي شوي لفوق. طيب بروح على الكونكشنز، انواع الكابلات اللي راح استخدمها هي كلها ستريت. روح على سويتش، اختار فاست ايثرنت 0 1، وصلوا مع الكمبيوتر فاست ايثرنت 0، تمام. راح روح على سويتش كمان، اختار فاست ايثرنت 0.24. هلا انا شو حاطط معايير لنفسي، تمام، مشان ما اغلط. بحب دوما نخلي البورتات الاخيره بالسويتش هي للراوت، يعني لأجهزة الشبكة للراوترات، والبورتات الأولى للكمبيوترات والبي سيات. ما بيختلف أي بورت أنت اخترت، ما في مشكلة، ولكن برأيي تحط معايير مشان تسهل على نفسك وما تضيع، لأنه في حال كبرت الشبكة بتصير البورتات كتيرة. نختار منفذ 0.0، نفس الشيء هون سويتش منفذ 0.1، حنوصله مع الكمبيوتر كمان، نختار منفذ 24، نوصل مع الراوتر. نلاحظ مباشرة انه الكابلات هي عم تضوي باللون الاخضر، معناتها صارت اون هاي الكابلات. اما هاي الكابلات الوصلات صارت مضوية باللون الاحمر. ليش؟ لانه السويتشات بالحالة الافتراضية وقت بتشتريها انت من المصنع بيكونوا بورتاتها بحالة انيبل اون، اما الراوترات تكون الحالة الافتراضية لبورتاتا off، فأنت بدك تعمل لها enable بواسطة تعليمات برمجية رح نحكي عنهم شوي كمان. أوكي؟ طيب نسحب الشكل شوي لهون. طيب الاي بيات شو كانوا عنا؟ نحنا عنا شبكتين، الشبكة الأولى هي هي، الشبكة الثانية هي. فمرة أخرى للتوضيح رح نوزع الاي بيات بناء على هي الشبكات. مين بدهن اي بيات؟ هذا الجهاز بده اي بي وهذا الجهاز بده اي بي. وبما انه الراوتر يعمل على الطبقه الثالثه فبورتاته قلنا بده اي بيات، فهذا المنفذ بده اي بي وهذا المنفذ بده اي بي. هذا المنفذ مع هذا الكمبيوتر، تمام، على نفس اللاني. ليش؟ لانه موصولين اثنيناتهم على نفس السويتش. وهذا المنفذ مع هذا الكمبيوتر على نفس اللاني لانه موصولين على نفس السويتش مثل ما حكينا. طيب وما في بيناتهم، يعني لازم يكون في راوتر بالنص بين اي منفذين لحتى يكونوا من شبكتين مختلفتين. طيب فرح ناخذ نوت للتوضيح ونكتب هذا الجهاز اي بي تو 10.0.1.2 / 24، تمام. وهذا 10.0.1.1. انا دوما كمان بحب خلي اول اي بي بالشبكة هو لمنفذ الراوتر، معايير خاصة فيه فيكم تستخدموا على كيفكم، أي معايير خاصة فيكم، بس للتسهيل وللتوضيح أنا هيك بحب في حال كبرت الشبكة. كمبيوتر الثاني حلو 10.0.0.2 / 24، هذا شبكة أخرى عن الشبكة الأولى مختلفة، وهذا 10.0.0.1/24. انا هذا لهون للتوضيح، هذا لهون. طيب توضيح اكثر راح استخدم الالوان، اختار هذا المربع واخذ لون اصفر فرضا اللي اوكي، وارسم مربع بيوضح اللاني الاولى هي هي. نعمل كنترول زد، نختار Fill Color، Select Color هذا المربع، تمام. بعدها راح فوت على Select Color مشان نختار اللون الثاني فرضا لونه هيك، اللي اوكي، نختار المربع ونقول له الشكل التالي، هاي اللون الثاني. صار عندنا
لان أولى ولان ثانية. هنسكر هون. طيب بعد شو رح نعمل؟ رح نحط اي بيات لهي الأجهزة، رح نحطها جوا، نضغط على هذا الجهاز على ديسكتوب اي بي كونفيج، نزلها شوي لهون عشان نشوف الاي بي 10.0.1.2. ننزل على السبنت ماسك. اها السبنت ماسك هو يفكر من الكلاس اي، لا هو حسب السايدر ال 24 له 255 255 255 0. الديفولت جيت واي شو هو؟ الديفولت جيت واي هو المنفذ اللي بده يطلع منه الراوتر لبقية الشبكات الموجودة الموجودة عنا. يعني بده نفرض انه هذا الراوتر هاي اللاني موصولة على 20 شبكة، فهذا الكمبيوتر من اي منفذ بده يطلع لحتى يوصل لبقية الشبكات، هو اقرب منفذ راوتر لهذا الكمبيوتر. فبنمشي على الخط هيك، وين الراوتر؟ هي اول راوتر، وين من اقرب منفذ؟ هذا اقرب منفذ، تمام. وين اي بي 2؟ هذا اي بي 2. بكتبه هون 10.0.1.1 حسب ما افترضنا. نسكر ونروح للكمبيوتر الثاني، نروح على الديسكتوب اي بي كونفيجريشن، نفس العملية 10.0.0.2. ننزل على سب نت ماسك 255 255 255 0. ديفولت جيت واي هو اقرب منفذ راوتر، بمشي هيك بمشي هيك. هذا هو 10.0.0.1. تمام، هيك انا بكون خلصت وضع اي بيات والديفولت جيت واي للاجهزه. هلا ببقى الراوتر، بدي افوت على الراوتر هلا، انا بفوت على هذا المنفذ واعمل له انيبل، احط له هذا الاي بي ادريس، وكذلك الامر بالنسبه لهذا المنفذ، احط له هذا الاي بي ادريس واعمل له انيبل. ضغطنا على الراوتر وبروح على تاب سي ال اي، تمام. هلا عم يسالني continue with configuration dialog، انه نبلش راح اقول له نو. هو عم يخبرني انه انت بدك تستخدم الويزرد لحتى تحط configuration، بقول له لا انا بدي احط configuration على كيفي. الويزرد اللي ما بيعرفه فينه يسألني بالمحاضرة او يعمل بحث، مو موضع حكينا هلا. طيب هلا الراوتر مثل ما حكينا بالمحاضرة له ثلاث انماط او ثلاث مودات للعمل. اول مود هو اليوزر مود اللي هو نمط المستخدم. كيف بعرف انه انا هلا بنمط المستخدم؟ بيعطيني اسم الراوتر، بعدين في وراء اشارة مثل اكبر، فهيك انت بتعرف انك بنمط المستخدم. كل نمط بيعطيك سماحيات محددة من عرض او برمجة او كتابة او تشغيل منافذ او اضافة فيلانات الى اخره. كيف انا بشوف التعليمات على كل مود؟ بكتب اشارة استفهام، فبيطلع لي التعليمات بمود هلا اليوزر. اليوزر مود هاي التعليمات اللي فينا استخدمها. هون اسم التعليمة، وهون شرح التعليمة شو بتعمل. هلا البينج نيجي اشوفه، فين نعمل بينج انا من الراوتر؟ شو بيعمل؟ send echo messages، يقوم بارسال رسائل من نوع echo. الايكو هو صدى، يعني بتبعت رسالة وتستنى الرد، تمام. تعليمات أخرى. إذا بدي أنتقل ل مود ال privileged مود، بكتب enable، فبكون صرت بال privileged مود. كيف بعرف؟ بيعطيني إشارة المربع هي. كمان كيف بعرف التعليمات اللي ممكن استخدامها بهذا المود؟ بحط إشارة استفهام، فبيكتب لي كل التعليمات ووصلني لعند كلمة مور. فإذا بدك تشوف بقية التعليمات تكبس انتر، ينزل سطر سطر، أو فينك تكبس مسطرة بينزل صفحة صفحة. هاي مسطرة نزلنا صفحة كاملة وشفنا بقية التعليمات. طيب لحتى انتقل، نصغر شوي، طيب هيك منيح، حتى انتقل للمود
الكونفيج اللي هو مود البرمجي، بكتب كونفيج تيرمينال هيك، كنت قلت لنمط الكونفيجريشن اللي هو نمط البرمجي. كيف بعرف؟ يعطيني قوس مكتوب فيه كونفيج ومربع. طيب هلا شو قلت انا بدي افوت على هذا المنفذ، كيف مشان برمجه؟ بكتب انترفيس، شيل الفانو انترفيس اف ا صفر على صفر، بس انتر، فصلت بمود اسمه كونفيج انترفيس. تمام، صرت هلا انا بهذا المنفذ. اول شيء بدي اشغله، بكتب نو شات، هاي معناتها انيبل لهذا المنفذ، بدك تشغل هذا المنفذ تعطيه باور. فلاحظ معي صديقي انه اول ما بعطيه نو شات راح يضوي هذا باللون الاخضر، شوف. تمام، بعده وهلا الضوء البرتقاني من جهه السويتش مشان يتعلم الماك ادرس تبع هذا البورت للراوتر. طيب بعدها رح احط اي بي، اي بي ادرس، لاحظ انه الاي بي ادرس اللي بدي احطه هو 10.0.0.1. تمام، بكتبه مثل ما هو 10.0.0.1 والسبنت ماسك 255.255.255.0. فالتعليمة هي عبارة عن اي بي ادرس، اوكي، بعدين بكتب الاي بي، بعدين بكتب سبنت ماسك، انتر، بس حط اكزيت. بعده بفوت على المنفذ الثاني اللي هو هذا المنفذ، شو بعمل؟ بكتب انترفيس، تمام، فاست ايثرنت اسم المنفذ هذا 0.1، بكتب 0 على 1. صرت بالمنفذ هلا انا، بكتب no shut وبعطيه انتر، وبلاحظ كيف عم يضوي، رح يضوي اخضر، شوف. تمام، بكبس انتر مرة تانية مشان روح هاي الرسالة. هلا بكتب اي بي ادرس، اي بي ادرس، وبكتب 10.0.1.1 مثل ما فرضته انا، 255 سبنت ماسك 255.255.0، انتر. تمام، حط اكسيت مشان نطلع من هذا المود، واكسيت نطلع من المود الثاني. صارت هلا بالبريفليجد مود، بدي اطلع كمان بكتب اكسيت، طلعت على الاخر. هلا انا من الراوتر، رد بشوف هلا انا صرت باليوزر مود. تمام، فلحتى فوت بكتب enable بعدين config terminal بصير بمود البرمجة، بدي اطلع من اي مود للمود اللي ورا بكتب exit. بعدها رح اتأكد من حالة الاتصال، كيف قلنا؟ باخد رسالة، بحدد المرسل، بعدين المستقبل. هلا اول رسالة ما رح توصل، تمام؟ كاتب لي failed، ليش ما رح توصل؟ سألونا بالمحاضرة طبعا اذا شفتوا الفيديو. تمام، راح اخذ رساله ثانيه انا، احاول ابعتها، كتب لي successful، الرساله الثانيه وصلت، الاولى ما وصلت، شو السبب؟ فيكم تسالوني بالمحاضره. راح نمسح الرسالتين بواسطه ديليت، نرد نبعت مره ثانيه، هاي رساله، هاي رساله، هاي المرسل عفوا، وهذا المستقبل. راح نشوفها بالسيميوليشن مود، راح نحكي خطوة خطوة شو راح يصير. الكمبيوتر الأول راح يبعث الرسالة للسويتش، بناء راح يستقبل السويتش ويشوف الماك أدرس تبعه ويشوف الاي بي تبعه، تبع عفوا المستقبل، تمام، تبع destination. شو IP destination؟ هو 10.0.1.2. طب 10.0.1.2 مربوط مع السويتش؟ لا. فشو بيعمل السويتش؟ بوجهه للديفولت جيت واي بشكل افتراضي، يعني انت ما بتعرف لوين رايح الرسالة، بتبعتها فورا
على الديفولت جيت واي يا سويتش، بيبعت على الديفولت جيت واي. شاف الراوتر، الراوتر بيطالع على الطبقة الثالثة وبيطلع على الاي بي تبعه، لأنه هو بوجه بناء على العناوين المنطقية. بيشوف الاي بي هو 10.0.1.2 ومربوط مع مين؟ مع هذا السويتش، فبيبعتوا لهذا السويتش للرسالة. والسويتش كمان شو بيعمل؟ بيطلع على الماك ادرس، بيبعتوا لهذا البي سي. هلأ البي سي بدي يبعت اكنولجمنت، برجع له رسالة للسويتش، والسويتش بدوره بيرجع على الراوتر، الراوتر بيطلع على الاي بي تبعه، والسويتش شوف الماك ادرس تبعه وبرجعه للبي سي. هيك بنكون خلصنا للتطبيق الثاني. اذا كبسنا كابتشر شو بصير؟ بيطلع عند رسائل اس تي بي، حكينا عنه من شوي. احنا نرجع، هيك بنكون خلصنا من التجربه تبعيتنا للتطبيق الثاني. اتمنى تكونوا استفدتوا. صحيح قبل ما تروحوا، في عنا وظيفه حلوها على البرنامج وخبرونا، او الدرس الجاي راح نطبقها نحن على الكمبيوترات طبعا بعد المحاضره. السؤال بيقول: يطلب بناء شبكه لشركه مكونه من 3 اقسام، قسم التصميم، قسم البرمجه، قسم الانتاج، استخدام العنوان التالي 192 168 1 0 باك سلاش 24. هاي الاس خطأ. طيب شو رح اعمل انا هون؟ كيف رح حلها؟ كم شبكة بدي؟ 3. تمام؟ شبكة لقسم التصميم، شبكة لقسم البرمجة، شبكة لقسم الانتاج. كم سويتش بدي؟ 3. كم راوتر؟ انت عارف لوحدك. وبورتات الراوتر كم بورت ايثرنت عنده؟ عنده 2. بدي اضيف شي بورت ثالث حتى اربط سويتش ثالث. كيف اضيف البورت؟ تعرف حسب الموديولات. طيب والعنوان، العنوان هو 192 168 10 باك سلاش 24. تقول لي هذا العنوان بس؟ بقول لك ايه بكفيك. شو بعمل بهذا العنوان انا؟ بقسمه لثلاث شبكات. كيف بقسمه لثلاث شبكات؟ تعرفوا اخذتوها بالمحاضرة الثانية. قسمه لثلاث شبكات ووزع اي بيات، تمام؟ وعرف انو اول جهاز وانو اخر جهاز. فيك تاخذ الجهاز الاول والثاني من كل شبكة، وبرمج الراوتر، ولا تنسى اهم شيء تحط اي بيات لكل منفذ على الراوتر، والديفولت جيت واي طبعا لكل الاجهزه. اذا في اي سؤال او اي استفسار فينا نحكي فيه بالمحاضره، او ممكن تحكوني على المجموعه. يعطيكم العافيه جميعا.